بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اليوم العوامل التي تؤثر على الكوليكشن افشنسي للسايكولون فلتر. يبقى السايكولون كوليكشن افشنسي از انكريزد باي اول حاجه انكريزنج انلت فيلوسيتي. لو انا زودت سرعه السريان الداخله يبقى انكريزنج انلت فيلوسيتي يؤدي الى انكريز سنترفيوجال فورس، انكريز سيبريشن افشنسي، increasing the pressure drop يبقى ده زيادة سرعة الدخول. طيب برضو كذلك نفس التأثير، لو انا قللت decreasing cyclone diameter، لو انا قللت القطر بتاع cyclone diameter هيؤدي الى زيادة centrifugal force، هيؤدي الى زيادة كفاءة الفصل، هيؤدي الى زيادة pressure drop. العامل الثالث عندنا لو انا زودت الفلوريت، increasing gas fluorate، بنلاحظ انه نسبة البنتريشن بتعتمد على او بتتناسب مع معدل السريان الـ P2 على الـ P1، بتتناسب مع Q1 على Q2 أس نص. وبالتالي لما الـ BT هتزيد يبقى لان الـ BT عندنا واحد ناقص إيتا يبقى ريموفال ان افشنسي بتتأثر عندنا بالتغير في الـ BT. decreasing رابع حاجة decreasing gas viscosity. لو انا قللت لزوجة الجاز viscosity اللي هي improving separation efficiency increase centrifugal force decrease drag force. وبالتالي برضو نفس عندنا الـ equations، العلاقة بين الـ penetration ratio الـ PT2 على الـ PT1 بتتناسب مع الـ ميو 1 على الـ ميو 2 كل أس نص. العامل الخامس عندنا decreasing gas temperature. يعني انا لو انا قللت gas temperature due to increasing gas density decreasing gas viscosity reduce drag force decreasing volume flow rate. العامل السادس عندنا اللي هو high dust loading. يبقى عندي لو انا عندي dust loading عالي كمية كبيرة بيسبب الى particle to bounce into each others increase particles move toward wall to remove it. وبلاقي ان ال P2 T2 على P1 بتساوي L1 على L2 كل 0.18 حيث ال L هي ال particle concentration loading. يبقى دي العوامل اللي احنا شفناها بتؤثر على تشغيل هذا السايكلون او بتؤثر على النتائج المحصولة عليها وتؤثر على collection efficiency. إن شاء الله المرة القادمة نستكمل باقي أجهزة فصل البارتكليت ماترز من الجذب.